زايد معانا وما بيعملش اي ستريس الكربوناتو اللي نعمل عليها خالص، كل 100 متر بنحط نص جرام كربونات بما يوازي ال 100 متر. عامله الحوض واقدر هو كام لتر، اسف مش متر، لتر. كل 100 متر بحط نص كيلو. نص كيلو على 100 متر ميه. كل لتر بحط عليهم نص كيلو. اللي العجل بيبقى حاطه وبقدر الميه وبيشرب. بالنسبه للميديكيشن اللي فلح معانا خالص بوليس الوحيد اللي بيعمل وبيجي جاي بعد 48 ساعه ويقفل الشفت. بيتاخد لمده 4 ايام بس الفالوس بورن معاه كلينوكسين لجلومين او ميبسيكام بدكيه في اليوم الاول والثاني، بكرره في اليوم الاول والثالث وبعد 4 ايام. في اليوم الثاني والرابع بدي فيتامين يكون فيه ه والف ومصدر جاي. الف محتاجه عشان الاغشيه المغطيه وه محتاجه عشان المناعه. ده من 48 ساعه الحاله تبدا تستقر وموضوع ضاق. الموضوع ده عندنا متكرر بقول لحضرتك بقالنا شهرين لدرجه دلوقتي بدانا نحفظه للمزارع. اول ما تحس بالخفه ابدا اشتغل. زائد طبعا موضوع الكوليستريجيا بيتقفل، موضوع الاف ام دي بيتقفل، للي ما عندوش دلوقتي المشكله بنراجع التغذيه وبدانا ببرنامج المانجمنت من النهارده. يعني كل مزارع وجه بحري اللي لنا علاقه بيها النهارده بتشتغل بالتطهير، ظبطت العلف بتاعتها واهتمت بخطه العلف، ودول مهمين جدا لرفع المناعه عشان يعمل مينيمايز البروبلم. بعد كده بالنسبه لنا بيستخدم الكربونات في الميه، الامر ماشي والدنيا ماشيه، بدا بيدخل برنامج العلاجي معاه. ده بالنسبه للقصه دي. فيبقى اذا دلوقتي النهارده لما اجي اتكلم في الانفكشوس ايجنت مفيش عندنا احنا يا جماعه ما بنشتغلش ريسيرش، بجيب الحيوان واحميه وانضفه واحطه واجرب الدواء عليه. انت الفيلد ده فيه مالتي فاكتوريال جاي عليه، عامل اقتصادي موجود، وعي الفلاح وعي الاونر نفسه موجود، لا فيه مانجمنت ولا فيه اريا نظيفه، لا انت ممكن تدخل تلاقي والله انا دخلت المزرعه بلا مبالغه وانا داخل من العذاب قلت لهم انت عندكم مشكله مصايتس لا يمكن تتحل ومشكله فوتروت. يا دكتور احنا جايبينك عشانهم، انت عرفت ازاي؟ انا ماشي ما بنجمش. البقر اللي موجود الحلمات في الطين وهو يعني الحلمات نفسها في الطين امال لما تنام هتبقى ايه؟ فبيقولوا لي يا دكتور الحل ايه؟ قلت لهم الحل انكم توروني الباب عشان ارجع. لان اول قرار هقول لك ان الارضيه دي لازم تتشال ولازم تبتدي ترش ولازم تعمل. هتقدروا؟ والله يا دكتور اصل المرتبطه في الجو ضروا. قلت لهم خلاص دوروا على اي حد تاني لان انا مش هقدر في القصه دي. فالقصه بالنسبه لنا انت بتتكلم في اويرنس. انت بتتكلم في اكثر من مشكله، فالنهارده بالنسبه لك لا ما تمشي بالنسبه لي المشاكل على الاقل والحيوان جاهز والدنيا هاديه احط في دماغي الباكتين بروجرام، احط في دماغي ضبط التغذيه، احط في دماغي المطهرات. ان الراجل ما بقاش عنده الاويرنس حتى وان كانت تكلفتها مش عاليه، اما اجي اقول انا نزلت ب 50 جنيه على 250 لتر ميه القصه مش مكلفه جنب ايدي واحد يموت في نهايه الدوره. لكن خلينا نقول يا عم شغله بالكنيك يعمل اي تطهير حتى يعمل لك مينيمايزيشن للكوزيتيف ايجنت الموجوده. لان هي المشكله في ايه؟ الكوميونتي المايكرو لما المعمل سرق وطلع لنا قلنا له لا احنا مش محتاجين انك تطلع لنا ايزوليشن، ما ايزوليشن ما تجيب كولاي لو خدت مسحه من الشعر اللي موجوده مين يقول لي السبب؟ اولا العزل انتست ليفر لونج الطبيعي تبقى في الانتست بس ده رقم واحد، رقم اثنين بيسترولوجي طلع بص لا الشط يبقى هيك. طب ما هو كومنت المايكرو اورجانيزم، الكوليستريجيا ما هي كومنت المايكرو اورجانيزم، البسترلا ما هي كومنت المايكرو، يبقى دلوقتي الحيوان قاعد الاعداء مترصدين بيه، ان ما كنتش مهتم ومظبط كل بوابك ومقفل الضربه هتبقى قويه واحنا بالنسبه لنا هيبقى في خساره. ده على الاقل يمكن الاكثر حظا اللي هو عنده بيشرف على مجموعه، الصعوبه انك انت تشرف على سبورادك، بس هي السبورادك الضربات دي ما تجيش بالسبورادك. لان هي المشكله بتيجي في ايه؟ يارد مانجمنت سيء، تغذيه سيئه، الدنيا سيئه. اللي عند الفلاحين يمكن من رحمه ربنا بيهم ان هو تغذيته معظمها جرين بودر. لو ما بيخزنوش علف برضه مفيش تخزين، يعني اللي بياكل علف بياكل قد ايه؟ الوجبه الاساسيه بتاعته عليها بودر فريش جايه من الغيت لسه، فلا فيها سموم فطريه ولا غيره. نمره اثنين سهله الهضم،
غير انك انت عجل عمال تدفع فيه دفع. ويمكن اول كلمه قلتها النهارده بنتكلم في العجل على انه هو اندستري مش برودكشن. صناعه تربيه العجول عايز تاخد منه اعلى البنفيت موجود. لو اقدر اوصله لكيلو ونص اوصله. فدي في منتهى الخطوره على الحيوان، لان انا بيتطلب منه. ولذلك من اكبر الفراغات اللي بتسرقها الطبيعيه بقى امتى؟ قبل العيد الكبير. كل دقيقه تليفون يا دكتور الدوره هتعدي عليا، انا خسرت في السنه ومنتظر العيد الكبير. طب اعمل ايه؟ ارفع الطاقه، ارفع العجول عشان تقفل العيد. ارفع الطاقه، طاقه عاليه لو ما انتش مقفل كوليستيريديوم صح بيجي سارق بعدها بيومين. الحال يا دكتور ايه اللي حصل؟ عجل طب مات. لما تبص تلاقي حاجه متركبه على حاجه، فبالنسبه لك لازم الخيوط تبقى في ايدنا عشان نقدر نتحرك. الخيوط الضعيفه اللي احنا ما بنحطهاش باعتبارنا، لو اتكلمنا على ايه تطهير ارضيه ده اللي يعني يمكن انا ان شاء الله مش هطول يعني كتير بقالي ربع ساعه. لكن من الحاجات اللي عمري ما انساها في مزرعه من المزارع واحد بيقول لي عامل يعني عمال اقول له الارضيه مش عارف شكلها ايه وبتاع، قال له والله دكتور انت بتحب الحيوانات اكتر مننا. فقلت له ما طبيعي، لان الحيوانات دي هي اللي مخليك هنا. لو الراجل ده خسر هيقفل وانت مش هتلاقي وظيفه وهتقعد. احكي انا بحب مين اكتر؟ انا بحب الحيوان عشان بقاء، وبحب الحيوان عشان الانتاجيه. فال